أسعد الله أوقاتكم مشاهدي المحترمين في كل مكان، أهلا بكم إلى بانوراما فلسطينية الذي يأتيكم من قناة الحوار في لندن وإطلالة على المشهد الفلسطيني خلال أسبوع. المشهد الفلسطيني مشاهدي الكرام خلال هذا الأسبوع شهد وخيم عليه الجدل الذي أثرته تصريحات ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتلميحه الإمكاني موافقة السلطة الفلسطينية على الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية. وفي المشهد الفلسطيني كذلك تساؤلات عن البدائل العربية بعد إخفاق قمة سرت في إقرار أي مسار جديد بديل عن المفاوضات المتعثرة. إذن هي مشاهدية أحداث كثيرة نمر عليها ونحاول أن نستعرضها في بانوراما فلسطينية، والتي ستبدأ بالمشهد الإخباري ثم ننتقل إلى خبر الأسبوع حول موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع تعديل قانون الجنسية الإسرائيلية، ثم نناقش مشاهدية في الجزء الثاني قضية الأسبوع حول مخاطر الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل دولة يهودية. وفي المشهد الفلسطيني وفي آخر فقرات المشهد الفلسطيني نستمع إلى مداخلاتكم وتعليقاتكم حول محاور الحلقة وأهم ما جاء فيها من أخبار، ولكن دوما البداية مع المشهد الفلسطيني في أسبوع. قالت حركة حماس إن لديها العديد من المعطيات والدلائل التي تؤكد تورط قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية في عملية اغتيال الشهيدين نشأة الكرمي ومأمون النتشة بمدينة الخليل مؤخرا. اعتقلت قوات الأمن التابعة للحكومة الفلسطينية في رام الله 11 من أقارب الشهيد مأمون النتشة الذي كان هو نفسه قد تعرض للاعتقال قبل استشهاده. أفادت صحيفة هآرتس العبرية بأن المنسق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية الجنرال كيث دايتون غادر الضفة الغربية وعاد إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد مكوثه 5 سنوات عمل خلالها على تأهيل وتطوير قدرات الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وذكرت الصحيفة أن الجنرال مايكل مولر سيحل محل دايتون في عمله، مشيرة إلى أنه جنرال في الجيش الأمريكي ويتبع لسلاح الجو. هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي قرية العراقيب في منطقة النقب للمرة 6 على التوالي، إذ هدمت المنازل التي كان الأهالي قد أعادوا بناءها بعد أن هدمت 5 مرات سابقة. وقال الناطق باسم المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها: تم هدم البيوت بسرعة البرق، لكننا سنعيد بناء البيوت بعد أن تترك الشرطة القرية. قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن علينا التمسك بخيار الدولتين لأنه ليس لدينا أي خيارات أخرى، وأضاف إن يهودية إسرائيل ليست من شأننا، دعونا نركز على الأمل وليس على الفشل. أجرى رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية اتصالا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، بحثا فيه آخر المستجدات المتعلقة بملف المصالحة الداخلية بين حركتي حماس وفتح، إضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات المباشرة. ولتحليل هذا المشهد الفلسطيني أرحب بضيفي في الأستوديو الذي سيرافقنا الأستاذ بسام جعارة الصحفي والمحلل السياسي، كما سينضم إلينا من رام الله السيد نبيل عمرو عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لنناقش معه قضية الأسبوع. أما خبر الأسبوع فنناقشه مع طلب الصانع العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي. أستاذ بسام أهلا وسهلا بك. أهلا فيك. يعني بداية هذا المشهد الفلسطيني خلال أسبوع، دعنا نبدأ من الخبر الأول أن هناك اتهامات من قبل حركة حماس لحركة فتح بأنه حركة فتح متورطة في اغتيال الشهيدين نشأة الكرمي ومأمون النتشة. هذه الاتهامات المتبادلة يعني كذلك المستمرة في الساحة الفلسطينية كيف تؤثر على مسار المصالحة الفلسطينية اللي كان يعني قريب قبل أقل من أسبوعين؟ يعني الحقيقة أنا ممكن أبدأ بالجواب من خلال ما قاله السيد حسام خضر النائب السابق وهو من فتح، قال بكل أسف طبعا أن عناصر حركة فتح لا يؤنبهم ضميرهم عندما يلاحقون
المقاومين ويعتقلونهم ويقتلونهم. بعتقد حسام خضر ليس من حماس وليس من أي طرف آخر، هو مناضل فتحاوي يؤلمه ما يجري على الساحة. حركة حماس أصدرت بيانا قالت فيه أنها تملك معطيات عن تورط حركة فتح أو السلطة، خلينا نقول بصراحة ما نتهم الحركة، بقتل الشهيدين النتشاو. طبعا الحاسة ليست الأولى من نوعها، السلطة من سنوات وهي تعمل على هذا النهج، يعني بدليل وجود 1008 مقاومين في سجون السلطة فتح أو السلطة الفلسطينية. نعم. يعني هذا الكلام ليس جديد على السلطة. طيب. السلطة مهمتها الأساسية وجهتها الأمنية أن تلاحق المناضلين. طيب أكثر من هذا، يعني حتى الناس اللي كانوا معاً في الأسر تحول أحدهم إلى جلاد والآخر إلى ضحية. نعم. طيب أستاذ بسام، هو يعني بيان حركة حماس قال إنه الأجهزة الأمنية أو عندها دلائل تدل على تورط الأجهزة الأمنية في أنها كانت تجري تحقيقات قبل اغتيال الشهيدين وترسلها للشباك. أنت كصحفي ومتابع، هل وقفت على هذه الحقائق؟ يعني هن الحقيقة ضغطوا على أهل الشهيدين وحصلوا منهم على معلومات وعرفوا إني هن سبب العملية اللي أدت إلى مقتل 4 مستوطنين. وقدروا يعرفوا من أهل الشهيدين أين عنوان، أين هم مختبئين، معنى أن قدموا المعلومات الأساسية للأمن الإسرائيلي. طبعا حماس حملت إسرائيل كل المسؤولية رغم اتهامها للسلطة الفلسطينية. الاتهام يبدو موثق، ولولا أنه موثق ما بتصور حركة حماس تصدر بيان تأكد فيه على توفر هذه المعطيات. طيب في خبرنا الثاني هو أيضا في ذات سياق موضوع التنسيق الأمني والاتهامات المتبادلة، واللي بتقول يعني حركة حماس إن عندها وثائق تدين حركة فتح. كان في خبر أيضا اللي هو انتهاء عمل مهام الجنرال دايتون بعد 5 سنوات في الضفة الغربية وقدوم جنرال جديد. يعني ما هو حصاد عمل هذا الرجل طوال 5 سنوات، وليش كان دائما عمله يحاط بنوع من السرية؟ يعني بعتقد هو أنجز إنجاز هائل، قدر يحول عقيدة الجهاز الأمني الفلسطيني من عقيدة وطنية إلى عقيدة جهاز يتنافس مع الشباك على قتل الفلسطينيين واضطهادهم وسجنهم. نجح في تأهيل كوادر أمنية تابعة للسلطة قادرة على فرض الأمن بالشارع، والصحف الإسرائيلية تحدث منذ سنوات عن الأمن والأمان الذي تحقق بفضل الأمن الفلسطيني وليس الإسرائيلي. بعتقد هي شهادة على نجاح مهمة جنرال دايتون. بس هذا المنصب، يعني وجوده كمنسق أمني ووجوده إن هو استمرار وجوده في الضفة الغربية، ما بيتقاطع مع مسار سياسي اللي بتقوم فيه واشنطن في المنطقة بين فترة والثانية؟ ما بيتقاطع أبدا، يعني هو بيتقاطع مع المصالحة الفلسطينية. يعني ممكن نحكي بعد شوي عن موضوع المصالحة. طيب. ولكن الأهم هي عقيدة الجهاز الأمني. هو ماذا سيفعل وماذا يمكن أن يفعل؟ هو جهاز وطني أم جهاز في خدمة المحتل؟ طيب احنا استاذ بسام ايضا خبر اخر عرضناه في المشهد الفلسطيني اللي هو هدم جرافات الاحتلال الاسرائيلي لقريه العراقيب للمره السادسه، واحنا في كل حلقه في البرنامج نتكلم عن هذا الموضوع والهجمه اللي بتعرض لها يعني عرب او فلسطيني الداخل. لكن احنا بدنا نرجع ايضا نتساءل، يعني ما سر هذه الهجمه على العراقيب هذه المره السادسه؟ بيهدموا البيوت وبيرجع الفلسطينيين بيبنوها مره اخرى. هي القصه ليست مساله العراقيب لوحدها، هي واحده من اصل 40 قريه فلسطينيه بدويه موجوده في النقب تضم حوالي 80,000 فلسطيني. تدعي إسرائيل أنهم يبنون بدون رخص. الشيء الأساسي، العراقيب موجودة قبل قيام إسرائيل تحديدا، وبالتالي تريد إسرائيل أن تهجرهم إلى مناطق جديدة وأن تستولي على الأرض. يعني هي عملية تطهير عرقي ليس إلا، بدليل الحملة الشنيعة اللي شنتها على اللي حاولوا يوقفوا عمليات الهدم، ومنه الناشطة يسارية إسرائيلية ضربوها ضرب مؤلم، و حنا سويت عضو الكنيسة أصدر بيان. طيب إحنا يعني هالمشهد الفلسطيني راح نتابع تحليله، ولكن إحنا توقفنا عند هذا الخبر اللي هو عن العراقيب، وهاي اللحظة انضم لنا من الأراضي الفلسطينية ومن 48 الأستاذ طلب الصانع، هو العضو العربي طبعا في الكنيسة الإسرائيلية. أستاذ طلب أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا فيك. يعني إحنا راح نتكلم معك عن موضوع العراقيب وليش الهجمة هذه الشرسة، ولكن إحنا خلينا نبدأ معك من خبر الأسبوع هو أيضا في هذا الإطار. يعني خبر الأسبوع بيتكلم أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على مشروع تعديل قانون مثير للجدل يلزم المرشحين لنيل الجنسية الإسرائيلية أيا كانت ديانتهم بأداء قسم الولاء إلى دولة إسرائيل. وهذا الخبر أيضا جاء وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن 22 وزيرا
أيدوا المشروع، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى موافقة الكنيست قبل أن يصبح نافذا. هذا يعني الخبر اللي احنا حابين نناقشه معك. وبدأ الأستاذ بسام يتكلم عن موضوع يعني الهجمة على عرب 48 والعراقيب، فكيف تقرأ يعني تداعيات هذا الخبر عليكم وأيضا على صمود يعني سكان العراقيب؟ أولا بكل ما يخص هذا القانون، هذا القانون يأتي في سلسلة من القوانين العنصرية التي تستهدف الفلسطينيين أصحاب الأرض والوطن الأصليين على مختلف المستويات وفي مختلف المجالات. أولا في قضية الأرض، هذه الحكومة قامت بسن أربع قوانين في منتهى العنصرية، قوانين لقامت قرى لليهود كجزء من مخطط تهويد الجليل والنقب، قوانين لإقامة مزارع فردية لمزارعين يهود لوضع اليد على الأراضي العربية في النقب، قانون خصخصة أراضي اللاجئين وبيعها لسلطة تطوير إسرائيل، وقانون التخطيط والبناء الذي يستهدف أيضا الأرض بشكل غير مباشر، وأيضا قانون النكبة، وأيضا القانون يمين الولاء لدولة، ليس فقط لدولة إسرائيل وإنما لدولة إسرائيل كدولة يهودية، أي الاعتراف بالحق التاريخي للشعب اليهودي، الاعتراف بالاغتصاب اليهودي للأرض الفلسطينية، إلغاء الحق التاريخي الفلسطيني، محو قضية اللاجئين وحق العودة للاجئين، إخراج العرب إذا كان العرب داخل إسرائيل، العرب 48 فلسطينيين، وكانت هذه الدولة هي دولة يهودية باعترافنا، فنحن من حقنا أن نتساءل أين دولتنا؟ وما هي مكانتنا القانونية في هذه الدولة؟ طيب أستاذ طلب، يعني أنا بدي أستغل يعني معك أنت أيضا قانوني، يعني ولتفسر لنا إضافة لكل هذه التداعيات اللي قلتها، اللي هي تداعيات قانونية لهذا القرار فيما يتعلق بموضوع لم الشمل الفلسطيني، وقال أن هناك مجموعة من العائلات الفلسطينية سيقف هذا القرار حائلا دون عودتها إلى الداخل الفلسطيني، كيف تفسر لنا هذا الأمر؟ لهذا القانون، يعني القانون بشكل مباشر هو يمس من يقدم طلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية، يعني حديثا الذين يحملون المواطنة ليس ملزمين بيمين الولاء لدولة إسرائيل كدولة يهودية، وسار المفعول لمن يقدم طلب بالحصول على المواطنة في لاحقا، وهؤلاء من يعني طلب جمع الشمل بعد أن يحصلوا على الإقامة بفترة يجيز لهم القانون تقديم طلب للحصول على مواطنة، وفي هذه الحالة عليهم تأدية يمين الولاء. أولا الخطورة في هذا القانون ليس الشريحة المستهدفة، الخطورة في هذا القانون الذهنية والعقلية الكامنة وراء هذا القانون التي تحاول إخراج العرب الفلسطينيين خارج حدود المواطنة كمقدمة لإخراجهم خارج حدود الدولة، وهذا ليس شعار ما نقوله. قبل أسبوع كانت هنالك تدريبات أمنية وعسكرية إسرائيلية كمناورة كيف سيتم التعاطي مع الجماهير العربية الفلسطينية 48 فيما لو تم اتخاذ قرار بتبادل سكاني. أي القضية ليست قضية أوهام، بل هي تحولت من فكرة إلى ممارسة. طيب أستاذ طلب، بالنسبة لهذا الموضوع، نعم ابقى معنا، يعني أود أن أخذ تعليق من ضيفي الأستاذ بسام جعارة، كنت أتابع المخاطر يعني اللي أشار لها الأستاذ طلب الصانع، هو موجود داخل الأراضي الفلسطينية. يعني هم يعني الحقيقة بدي أبدي بالكلام اللي قاله النائب الليكودي دام ريدور، قال إن هذا القانون يشكل طعن لمليون ونص فلسطيني ويحولهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية. يعني خلينا نقول القانون بخطوطه الأساسية هو يلغي الرواية الفلسطينية منذ النكبة إلى الآن، وهذا أمر خطير جدا. هو يمأسس العنصرية الإسرائيلية، يحولها من ممارسة إلى قانون وإلى عمل مؤسسي، وإلى عمل مؤسساتي في موضوع اللاجئين. يعني هو يلغي حق العودة. أكثر من ذلك، هو سوف يمسح الحياة اليومية لمليون ونصف فلسطيني موجودين، سوف يميزهم في العمل وفي السكن وفي أي شيء آخر. يعني بمعنى آخر بصراحة، خلينا نقول مليون ونصف فلسطيني يؤرق إسرائيل كثيرا وتريد أن تخلص منهم الآن. وهذا القانون ضمن 20 قانون بشكله مرحلة جديدة للدولة الصهيونية. أو بقول لك كمان في 20 أو أكثر من قوانين لسه مسودات راح هذا تأتي في تبعه. تماماً. طيب بدأنا معك أستاذ بسام، سألناك عن قرية العراقيب، دعني أعود إلى الأستاذ طلب. أستاذ طلب، كنا نتحدث عن إقدام الجرافات الإسرائيلية إلى هدم قرية العراقيب في النقب للمرة السادسة،
وتسألنا حقيقة ما سر هذه الهجمة الشرسة على النقب وتحديدا على العراقيب، وأنت كما أعلم من أهل يعني هذه القرية ويعني من الذين يتصدون لهذه الإجراءات الإسرائيلية، يعني ما سر هذه الهجمة وكيف تواجه من قبل العرب الداخل؟ الحقيقة بأنه الحركة الصهيونية تتعاطى مع قضية الأرض بمفاهيم دينية توراتية، وكأن هذه الأرض اليهود ويجب إنقاذها من الغرباء. من الغرباء؟ نحن أصحاب الوطن، أصحاب الأرض. ومنذ إقامة دولة إسرائيل حتى اليوم تم سن أكثر من 37 قانون كل هدفها سلخ الأراضي العربية. في النقب هنالك ما تسمى ظاهرة القرى غير المعترف بها. هذه قرى موجودة قبل وقائمة قبل قيام دولة إسرائيل. منذ إقامة دولة إسرائيل عام 1948 تم إقامة ما يقارب 130 تجمع سكني يهودي متعدد، من مدن إلى مدن تطوير إلى كيبوتسات إلى قرى زراعية. وفي المقابل تم عدم الاعتراف ب 45 قرية عربية. نعم. وتم استغلال عملية السلام من مصر لترحيل ومصادرة 70,000 دنم من الأراضي العربية في منطقة النقب. الآن الحكومة الإسرائيلية تحاول ترحيل هؤلاء أصحاب الأرض وأصحاب القرى بحجة أن البناء غير مرخص. أولا، ما هو سبب ظاهرة البناء غير مرخص؟ الحكومات الإسرائيلية لم تقم بإقرار خرائط هيكلية وقرار خرائط تفصيلية، ولا يستطيع المواطن أن يحصل على ترخيص بناء، من جهة لا يمنح ترخيص بناء ومن الجهة الثانية يهدمون بحجة البناء غير المرخص. والعامل الثاني هي محاولة للترحيل وللتركيز ولوضع اليد على الأراضي العربية. نحن مصممين أولا أن نتبنى الصمود مهما كلفنا ذلك من ثمن، وحتى الآن استطعنا إرغام الحكومة الإسرائيلية على اعتراف ب 13 قرية إضافية من 45. نعم، وقرية العراقيب تحولت إلى رمز لهذا النضال بالرغم من هدم البيوت، فقرارنا أن لا يهدموا إرادتنا. وهناك السكان بعد أن يتم هدم بيوتهم يسكنوا في المقابر. جميل. ولكن لا نرحل من هذه الأرض، لأن القضية قضية بقاء، وإحدى مقومات البقاء هي الأرض. الأرض بالنسبة لنا في الداخل هي الهوية، منها نستمد هويتنا وانتمائنا، وليس من ليبرمان. طيب. أو من نتنياهو. طيب أستاذ طلب، أنت يعني قلت في تصريحات صحفية أن السلطات الإسرائيلية تحاول جركم، أي جر فلسطيني داخل انتفاضة جديدة. ما هي المعطيات التي قادتك إلى هذا الاستنتاج؟ التصعيد القانوني العنصري على كل المستويات، المطاردة للقيادة السياسية من اعتقالات وسجن ومحاكمات، الحضور الشرطي المكثف بما في ذلك إطلاق النار، يعني بالأمس قبل يومين تم إطلاق النار على شاب زهير أبو حامد من منطقة العراقيب وإصابته بثلاث عيارات. كل هذا الهدف منه جر المواطنين العرب إلى مواجهة، واستغلال هذه المواجهة للإدعاء بأن المواطنين العرب هم ضد دولة إسرائيل كمبرر لشرعنة العنصرية والقوانين العنصرية. أي أن هنالك مخطط أولا على المستوى القانوني لشرعنة إخراج المواطنين العرب خارج شرعية الدولة، ثانيا جر المواطنين العرب إلى مواجهة على خلفية الضغط المستمر في كل المجالات من أجل أن يقولوا هؤلاء ضد القانون وضد الدولة ولا يمكن التعايش معهم. نعم. هنالك مخطط عنصري. نحن في لجنة المتابعة بالأمس كانت جلسة خاصة لدراسة هذه المستجدات والتعاطي معها. نعم، سيد طلب الصانع، العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي ورئيس الحزب الديمقراطي العربي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا. أهلا بك أستاذ بسام. يعني تحدثنا في موضوع ما يتعلق بالاستهداف المباشر لعرب 48 أو فلسطيني 48 أو سمهم ما شئت، وأشار يعني الأستاذ طلب إلى هذه الهجمة الشرسة. في ظل هذا الهجوم المتواصل وهذا الاستهداف المتواصل، يطرح البعض خيار العودة إلى الدولة الواحدة وحث الفلسطينيين سواء كانوا داخل أراضي الخط الأخضر أو في الضفة الغربية إلى طرح بديل جديد اللي هو الدولة الواحدة ثنائية القومية، كرد على هذه الممارسات العنصرية وكرد على تعثر المفاوضات المباشرة. كيف تقرأ هذا الخيار؟ خلينا نقول يعني عندما تعجز عن إدراك الحلول التي توفر المطلوب يجب أن تفكر أو تقترح حلول أخرى. السيد محمود عباس طرح مجموعة خيارات في حال فشل المفاوضات، قال أن فلسطين أو أن السلطة ستطلب من
واشنطن ومن الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن الاعتراف بدولة فلسطينية، أو سيطلب هو من الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تضع فلسطين أو الأراضي المحتلة في عام 67 تحت وصاية دولية. اليوم أو أمس وزير الخارجية المصري تكلم عن مبادرة محتملة من الجامعة العربية للطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تعترف بفلسطين وأن بفلسطين 67 وأن توفر لها مقعد دائم في الجمعية العامة للأمم المتحدة. طبعا الخيارات كثيرة مطروحة، أنا برأيي المهم أن السلطة أن توقف السلطة عن التفريط في القضية. إذا كنت لا تستطيع أن تجابه العدو الآن فترك المهمة للأجيال القادمة. طب هذا يعني البعض بيرى في هذا مؤشر إيجابي، يعني حتى فرنسا كردعت له أنه يمكن أن نرجع إلى مجلس الأمن لإجبار إسرائيل على الاعتراف بفلسطين ودولة فلسطين في حدود 67 في حال استمرار هذا التعثر، يعني هل هذا يبدو خيار يعني ممكن الفلسطينيين يرجعوا له؟ خيار غير متاح. اولا قال وزير الخارجيه الالماني امس ان الموقف الاوروبي غير موحد. قالت امريكا صراحه ضمن حزمه الضمانات اللي قدمت لاسرائيل انها ستستخدم حق الفيتو في مجلس الامن. اذا هذا الخيار سقط. الخيار الوحيد ان تحل السلطه نفسها وان تعتذر للشعب الفلسطيني. البعض يقول هذا بدخل الوضع الفلسطيني كله في فوضى اكثر من الفوضى اللي هي موجوده فيه. لا ليتحمل الاحتلال وعدم وجود يعني اي سلطه على الارض بيؤدي الى انفجار الوضع. اي انفجار؟ يعني اسرائيل تخشى الانفجار. اسرائيل ترى في الوضع الحالي وضع مثالي، هناك اجهزه امن فلسطينيه توفر لها الامن والامان، هناك دول عربيه واوروبيه تتبرع لتامين خدمات الاحتلال، هذه الخدمات يجب ان يوفرها الاحتلال وليس السلطه او من يمول السلطه. نعم، طيب احنا يمكن البدائل الاخرى حنطرحها على السيد نبيل عامر، راح ينضم لنا كمان شوي، لكن في عندنا كمان خبر يعني قبل ان ننتقل الى الجزء الثاني من البرنامج، انه خبر انه في اتصال تم بين رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة سيد إسماعيل هنية وأمين عام جامعة الدول العربية عامر موسى، بحثوا في مستجدات المصالحة. لماذا يغيب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن كل الوضع الفلسطيني فيما هو ينشغل بقضايا أخرى؟ يعني خلينا نقول قبل ما نقول عن أمين عام، أمين عام الجامعة العربية هو يعني صورة النظام الرسمي العربي وما رح نوصف أكثر من هيك، بس خلينا نحكي عن مبادرة يعني في جلسة قادمة يوم الأربعاء القادم بين حركتي فتح وحركة حماس. هناك كان أربع بنود، تم معالجة ثلاث بنود، ولكن بكل أسف البند الأخطر والاستراتيجي لم يجري بحثه وسيتم بحثه يوم الأربعاء القادم، هو يتعلق بالملف الأمني تحديدا. هذا كان أعتقد هناك استحالة يفجر دائما الخلافات الملف الأمني وإصرار يعني فصائل يعني حركة فتح على موضوع التنسيق الأمني أنه يبقى في 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 مقابل دائما أنه حركة حماس بتقول أنه هذا الملف هو يفجر المصالحة. طبعا يفجر لسبب، الأمر يتعلق بعقيدة الجهاز الأمني. هل هذا الجهاز سيخدم مصالح الشعب الفلسطيني أم سيكون سيف مسلط على رأس الشعب الفلسطيني كما هو الحال الآن؟ خلاف صعب حله لأنه هناك التزامات للسلطة أمام نعم دول ممولة. يعني هذه الالتزامات الآن في مفاوضات متعثرة وفي وضع سياسي يعني مش ماشي، فهل السلطة تنفذ كل التزاماتها؟ ترى أنه هاي فرصة مناسبة للتحلل يعني من هذه الالتزامات؟ لا تستطيع السلطة أن تحلل من التزاماتها، السلطة تتراجع وتضعف وتتراجع وفينا نجيب 50 مثال على ذلك. نعم كذلك يعني أستاذ بسام كان في إحباط كبير من قمة سيرت العربية اللي عقدت انتهت يعني السبت الماضي ولم يستطيعوا أن يطرحوا أي بديل جديد العرب كما يعني يرى كثير من المراقبين. هل ترى أنه حتى مجرد سحب مبادرة السلام العربية اللي صار لها 8 سنوات على الطاولة يعتبر يعني فعل ممكن أن يقوم به العرب؟ أولا ما سحبوها رغم تصريح الملك عبد الله في حال ما راح يسحبوها، ما سحبوها طبعا. يعني الاخطر من هذا ان تتولى اللجنه المكلفه بشرح المبادره تتولى عمليه تفاوض، يعني اجتماع لجنه المتابعه العربيه هو اجتماع ليس شرعيا. لا تستطيع هذه اللجنه ان تقرر اذا كان الفلسطيني سيفاوض ام لا. هي لجنه مهمتها كان فقط ان تشرح المبادره العربيه، وبعتقد العالم كله نسيها واسرائيل احتقرت هذه المبادره. نعم. ولم ترد عليها. طيب دعنا أستاذ بسام هنا نتوقف، يعني كان هذا استعراض سريع للمشهد الفلسطيني. مشاهدينا الكرام فاصل، نواصل بعدها الحديث مع عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير نبيل عمرو عن قضية الأسبوع وهي مخاطر الاعتراف الفلسطيني بدولة الاحتلال الإسرائيلي دولة اليهودية، فلا تذهبوا بعيدا.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نصل في هذا الجزء إلى قضية الأسبوع، حيث لقيت تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، التي أشار فيها إلى إمكان الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، لقيت تنديدا واسعا واستنكارا واسعين في الأراضي الفلسطينية، إذا اعتبرت حركة فتح الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية أمرا مستحيلا، فيما طالبت فصائل وشخصيات فلسطينية بإقصاء ياسر عبد ربه ومحاكمته. لكن هذه التصريحات إن جاءت على لسان عبد ربه أو غيره، فإنها تطرح على النخب الفلسطينية ضرورة التفكير في مسألة هامة، وهي مخاطر الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل دولة يهودية وبدائل هذا الاعتراف. وللحديث عن هذه القضية انضم إلينا من رام الله السيد نبيل عمرو، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. سيد نبيل، مرحبا بك. يا اهلا وسهلا، اهلا بك. اهلا بك، ونشكرك يعني على هذه المشاركه، ونود ان نستكمل معك تقليب صفحات المشهد الفلسطيني. يعني بدايه استاذ نبيل، كيف يمكن فهم استنكار حركه فتح ومنظمه التحرير الفلسطينيه لتصريحات ياسر عبد ربه، وهو الرجل يعني كما يقول المراقبين هو الرجل طبعا هو بيشغل منصب امين سر اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه؟ شوف، يعني الآن في حالة من الفوضى السياسية في الساحة الفلسطينية، نعم، وخاصة على صعيد القوى الرسمية المنخرطة بشكل رسمي في عملية السلام. هنالك تصريحات متعددة مختلفة متناقضة، وبالتالي يجب أن تروض نفسك على، نعم، سماع ما لا يمكن أن يسمع بحكم حالة الضياع التي فرضت على المؤسسة الفلسطينية. في كل الأحوال، الموقف العام من موضوع الاعتراف بيهودية الدولة هو موقف رافض بشكل مبدئي، وبالتالي أي حديث يقترب من الاعتراف بهذه المسألة هو ربما يكون حديثا شخصيا أو من قاله يجازف حتى برصيده السياسي. وبالتالي دعنا نقول إن الموقف من هذه القضية شعبيا ورسميا في منظمة التحرير وفتح وفي كل الفصائل وفي كل الساحة الفلسطينية يرفض رفضا قاطعا فكرة الاعتراف بيهودية الدولة. طيب استاذ نبيل، بعيدا عن الزوبعة اللي اثارتها هذه التصريحات، باعتقادك انت كشخصية سياسية فلسطينية طبعا، ما هي مخاطر الاعتراف الفلسطيني بيهودية اسرائيل، وما سر تمسك اسرائيل بهذا الامر وبهذا الطلب؟ شوف، اولا تمسك اسرائيل بهذا الطلب سببه انهم قرأوا مسبقا رد الفعل الفلسطيني باستحالة الموافقة عليه، وبالتالي عندما يضعوه كشرط كأنهم يقولوا لا نريد التفاوض مع الجانب الفلسطيني، وحجتنا في ذلك أنهم يرفضون ما نطلب، مع أنهم يقولون أنهم لن يفاوضوا بشروط مسبقة. أما بالنسبة للأضرار الناجمة عن يهودية الدولة، فبالتأكيد ستفتح أبواب كثيرة تمس بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، سواء فيما يتعلق باللاجئين أو فيما يتعلق بالمقيمين في إسرائيل وهم عرب 48. لذلك يجب أن ينظر إلى هذا الأمر من زاوية راهنة ومستقبلية، بمعنى حتى عندما يأتي موضوع قسم الولاء للدولة العبرية، فهذا يعني استحالة عودة لاجئين تحت أي ظرف من الظروف. وبالتالي الرفض ليس لأن إسرائيل تطلب هذا، وإنما لرؤية عملية وواقعية لخطورة هذا الموضوع على من هم في إسرائيل الآن، وهم أهلنا وإخواننا، وهمومهم همومنا، ومن واجبنا كما هم يقفون معنا في الكفاح من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي التي احتلت 67، يجب أن نقف معهم في كل ما يرونه مناسبا لهم لحاضرهم، فهم أهل البلد، وبالتالي لا يجوز الانفصال عنهم لا نضاليا ولا تفاوضيا ولا وطنيا. نعم، وهل في الإطار قبل قليل كان يتكلم معنا السيد طلب الصانع، وقال إنه هذا القانون الجديد الإسرائيلي اللي هو الولاء بيهودية إسرائيل راح يؤدي إلى المخاطرة أو المقامرة بمستقبل 1.5 مليون فلسطيني في الداخل، إضافة لموضوع اللاجئين كما أشرت. دعني أستاذ نبيل أتحدث معك عن المفاوضات المتعثرة. يعني الآن كيف تفسر أن الأمريكان دخلوا بقوة في بداية المفاوضات، والكل تفاءل والكل يعني انجرف نحو هذا الأمر، ثم انسحبوا منها بشكل محبط وكذلك تراجيدي يعني كما قال البعض؟ صحيح،
بكل أسف أن الأمريكان ليس فقط دخلوا في البداية بقوة، وإنما هيئوا للفلسطينيين فرص الصعود إلى أعلى الشجرة، فرص حسم قضية الاستيطان ما دامت الدولة العظمى الولايات المتحدة الأمريكية تقف هذا الموقف من هذه القضية الحيوية بالنسبة للفلسطينيين. كذلك فهم إلى جانب هذا وعدوا بأنهم أن تجميد الاستيطان هو مقدمة لبحث مسألة الحدود ومسألة الحل السياسي وإقامة الدولة الفلسطينية، وبدأ كما لو أن الولايات المتحدة بالفعل خلال سنة على الأكثر ستقيم دولة فلسطينية أو ستساعد على إقامة دولة فلسطينية. دخلت الإدارة الأمريكية إلى عش الدبابير كما يقال، لم تعد الأمور بالنسبة لها مقاييس نظرية ولا مواقف تقال ولا تعهدات حماسية يمكن أن يأتي بها أوباما صاحب شعار التغيير. عندما دخلوا إلى المعترك وجدوا أن إسرائيل لا قدرة تأثير في البيت الأبيض، لا تستطيع أي إدارة تفاديها، لا قدرة تأثير في الكونغرس، لا قدرة تأثير في كل مكان. استنفرت إسرائيل بالطبع إمكانياتها الكبيرة جدا داخل الولايات المتحدة، وجعلت أوباما يفكر ألف مرة قبل أن يتوغل كثيرا في هذا الأمر. وهو قال أيضا إنني تقريبا يعني دخلت في الأشواك، وبالتالي نقد نفسه ذاتيا. ولكن هنا اللوم لا يقع على أوباما، دعنا نتحدث بصراحة، اللوم يقع على الذين صدقوه وبنوا على تصريحاته مواقف ومعارك دون أن يتوصلوا إلى نتيجة ودون أن يحسبوا أن الرئيس بوش الابن قبله كان قد تحدث عن وعد إلهي كلف به لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ولكن عندما اصطدم بالوقائع على الأرض واصطدم باللوبي اليهودي القوي داخل الولايات المتحدة تراجع عن ذلك ورأينا ما حدث. وهنا ندخل إلى يعني لب الموضوع، اللي هو أنه الأمريكان عندهم كان يعني تفاؤل أو عندهم سميه ما شئت رغبة في الدخول إلى هذه المفاوضات في الشرق الأوسط، وطلبوا من الطرف الفلسطيني. الطرف الفلسطيني عندما قرر الذهاب إلى هذه المفاوضات، ما هي البدائل اللي كان يعني يستحبها معه في حال فشلت هذه المفاوضات وفي حال تعثر هذه المفاوضات؟ تحدث الكثير عن بدائل فلسطينية، لكن لم نرى ولم نشاهد بعد هذا الفشل أي منها يتحقق. يعني ما فيش بدائل للأسف، خاصة عند القيادة السياسية لمنظمة التحرير. هنالك أقوال، يعني هنالك من سمى الأهداف بدائل. عندما نقول إن الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تعترف بدولة فلسطين في حدود 67، هذا هدف نضالي مفروض أن يكون مطروح منذ البدايات وليس الآن يطرح، وبالتالي سمي بديلا. الذهاب إلى الأمم المتحدة أيضا سميت بديل، مع أن الأمم المتحدة هي المكان الذي احترف معالجة القضية الفلسطينية وأصدر عشرات القرارات دون أن يتحقق منها شيء، وبالتالي لا يوجد بدائل حقيقية، وإنما يوجد نوع من الاجتهادات قد تستخدم من أجل إظهار أننا لسنا مضطرين. نعم، في إطار أنت تقول أن ليس هناك يعني بدائل منطقية أو موضوعية يمكن أن يلجأ الطرف الفلسطيني، وكذلك أنت أستاذ نبيل قلت في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط أن البديل الذي لوح به الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو استقالته، وقلت أنه ليس بديلا وعلى القيادة الفلسطينية البحث عن بديل منطقي آخر. يعني ما هو هذا البديل اللي يمكن أن تتكي عليه القيادة الفلسطينية؟ يعني إذا أرى أنا إلى ما قبل هذا السؤال كنت أحلل الموقف القيادة السياسية الفلسطينية ولم أتطرق للحديث عن اجتهادي ورؤيتي وموقفي. بالنسبة لما أراه الآن، قضية البديل قضية يجب أن تدرس بالإمكانيات والآليات وليس بالخيارات النظرية. هنالك الإخوة في سوريا على سبيل المثال يطرحون أنهم جاهزون للدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة على أساس وديعة رابين. هذا ينعش الإمكانية للحديث عن حل إقليمي أشمل من الحل المترنح أو المحتضر على المسار الفلسطيني. الحل الإقليمي يعني أن نلغي ولو بالتنسيق العربي حكاية المسارات المتباعدة،
هنالك مسار لبناني وهنالك مسار فلسطيني وهنالك مسار سوري. والآن الولايات المتحدة عندما تقول أريد حلا في الشرق الأوسط فهي تقصد تريد الخروج من المآزق طيب. التي تورطت فيها بدءا من أفغانستان مرورا بالعراق إلى آخره. وبالتالي أنا أرى أن الجهد العربي وله المبادرة العربية الإجماعية للسلام يمكن أن يفكر نعم. بشكل جدي بخوض طيب. معركة سياسية كبرى سنعود. تحت عنوان الحل. سنعود إلى هذا الجهد العربي أو إلى هذا البديل الذي يبدو إلى الآن ما زال ليس واضحا لا عند العرب في قمة سرت ولا كذلك عند الفلسطينيين. لكن اسمح لي أن أتوجه إلى قطاع غزة. كان الأستاذ مصطفى الصواف المحلل السياسي معنا. أستاذ مصطفى أهلا بك. اهلا بكم وتحيه لك وللاستاذ نبيل. وكنت اتمنى ان اسمع الاستاذ نبيل فيما تحدث. طيب انا بلخص لك نعم بلخص لك. وكان الاستاذ نبيل بدانا سالنا عن موضوع تداعيات تصريحات عبد ربه المتعلقه بيهوديه الدوله. هو قال انه هذه يهوديه الدوله مساله خطيره بغض النظر عن هذه التصريحات، وهي تعبر يعني عن موقف شخصي يعني وليست موقف النخب السياسيه الفلسطينيه وكذلك يعني السلطه الفلسطينيه بشكل عام. لكن انا كنت اود ان اسالك يعني تداعيات هذه التصريحات، موضوع يهوديه الدوله وتصريحات عبد ربه، كيف قراتها الفصائل الفلسطينيه في غزه وبالذات يعني حركه حماس؟ يعني انا اعتقد ان هذه التصريحات لاقت يعني استنكار كبير ليس فقط من حماس وبعض الفصائل الموجوده هنا في قطاع غزه، بل هي استقبلت استهجان كبير حتى من حركه فتح، حتى من بعض اعضاء منظمه التحرير الفلسطينيه. ولكن انا يعني اود هنا الاشاره الى ان هذه التصريحات من ياسر عبد ربه لم تكن من تلقاء نفسه، بل هناك من شجع ياسر عبد ربه على الحديث في هذا الموضوع. ونحن الآن نريد أن نحاسب ياسر عبد ربه، لكن هذه القضية ربما تطرق إليها بشكل غير مباشر محمود عباس. ولماذا لم نثور على محمود عباس عندما تحدث أمام اللوبي اليهودي في نيويورك بأن من حق الصهاينة أن تسمي دولتها ما تشاء يهودية حتى لو سمتها صينية؟ واليوم رسمت وسائل الإعلام نفس العبارة التي رددها السيد محمود عباس في واشنطن ورددها أمام رئيس الحكومة الفنلندية أو أحد الوسائل الأوروبيين الموجودين يوم أمس في رام الله. فالمسألة هذا هو نهج على ما يبدو أن موضوع أن السلطة لا تعترف بهذه الأقوال. أنا أعتقد أن هذه مسألة نحتاج إعادة نظر وتقييم. نحن نحاكم الكلمات ولا نحاكم وهذه الكلمات هي انعكاس للمواقف. هذه التصريحات خطيرة جدا، خطيرة ليس فقط على موضوع فلسطينيو عام 48 طيب. المليون ونصف فلسطيني المهددون الآن بعملية ترانسفير، أكبر عملية في هذا الكون. كذلك قرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين. حدثنا أستاذ مصطفى، احنا أستاذ عمر أشار الجميع يعني أوجزنا وأتينا على هذه المخاطر وأشبعناها يعني بحثا. كان أيضا الأستاذ نبيل أشار إلى جهود المصالحة، ويعني كنا سنبدأ نتحدث معه عن انعكاس هذه التصريحات على جهود المصالحة بين حركة فتح وحماس. تسمعنا أستاذ مصطفى؟ ألو، هل تستمع إلي الآن؟ أعيد لك السؤال. نعم الآن أسمعك. أنا بقول لك هذه التصريحات من جانب آخر يعني أنت كمراقب كيف تؤثر على جهود المصالحة بين فتح وحماس اللي كان قبل أسبوعين فيه يعني تحرك إيجابي فيها؟ يعني أعتقد إذا كان حركة فتح بالتأكيد ترفض هذه التصريحات وترفض أيضا المواقف المختلفة لفريق التفاوض التي جاءت معاكسة لحقوق الشعب الفلسطيني، ربما يكون هناك نوع من الحراك في المصالحة. المصالحة يعني إلى حد كبير قد لا يكون لها علاقة كبيرة في موضوع التفاوض، ولكن العلاقة الأكبر التي ستؤثر على المصالحة هي الإجراءات التي تجري الآن على الأرض في الضفة الغربية، حمية الاعتقالات والمحاكمات والتعذيب وغير ذلك. هذه النقطة، القضية الأمنية هي القضية التي ربما تؤثر على موضوع المصالحة. نتمنى أن يتجاوز الفريقين. خليك معنا أستاذ مصطفى. أستاذ بسام، قبل أن أعود إلى الأستاذ نبيل العمر هو معنا طبعا لمتابعة ردوده وتعليقاته على هذه الآراء والتحليلات. يعني هناك في تعثر يعني والكل يبحث عن بديل ولكن لا يوجد بديل. يعني قراءتك لهذا الأمر؟ يعني خلينا نرجع لمسألة تصريح السيد ياسر عبد ربه. هو ليس تصرفا شخصيا، هو أمين سر لجنة تنفيذية
لمنظمة التحرير، هو المسؤول الإعلامي في السلطة الفلسطينية، هو المرشح الشرعي لخلافة الرئيس محمود عباس إذا تعرض لطارئ. النظام الداخلي في المنظمة يقول أن أمين سر اللجنة التنفيذية يتولى رئاسة اللجنة في حال معنى آخر. يعني أنا فعلا بستغرب الضجة المثارة ضد تصريحات ياسر عبد ربه، هو يتكي على تصريحات الرئيس محمود عباس. هو قال ما قاله محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال من حق إسرائيل أن تسمي نفسها ما تشاء، وقال أمس في مؤتمر صحفي مع رئيس جمهورية قال هذا الكلام. أشبعنا هذا الموضوع لأنه هو بدناش نركز يكون هو موضوعنا فقط تصريحات ياسر عبد ربه. نستفيد من الأستاذ نبيل عمر اللي هو موجود معنا عبر الأقمار الصناعية من رام الله. أستاذ نبيل، يعني بعيدا عن كل هذا الجدل، كنا بدأنا الحديث عن بديل، هناك من يطرح بديل هو حل السلطة الفلسطينية والدعوة إلى دولة واحدة ثنائية القومية، وهو الأمر اللي قال عنه أولمارت بأنه بمثابة وصفة لتدمير إسرائيل. ما رأيك بهذا البديل الفلسطيني؟ لا، هذا ليس بديل ولا يجب النظر إليه كبديل جدي. إذا دخلنا في إطار المناكفات والتهديدات والانتقال من مسار إلى مسار بمجرد الكلمات، هذا فيه نوع من التجني على الحقيقة وعلى الواقع. السلطة الوطنية الفلسطينية هي خطوة وطنية باتجاه قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. نعم، هنالك اضطرابات، إخفاقات، انشقاقات، كل ذلك نقر به، وهنالك أيضا تراجع في العملية التفاوضية إلى حد الإشراف على السقوط، أيضا نقر بذلك، ولكن لا يجوز التضحية بالسلطة الوطنية الفلسطينية وهي المؤسسة التي تهتم بشؤون الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة. لا يجب أبدا إدخالها في مساومات من نوع التصفية. دعني أذكرك بأن السلطة الوطنية الفلسطينية أخيرا كانت تضم فتح وحماس وكل الفصائل، وما تزال. الذي انتهك هذا التمثيل الشامل للسلطة الوطنية هو إسرائيل، التي قامت بحملة اعتقالات في أعضاء المجلس التشريعي. وبالتالي لا أرى أن حل السلطة يقدم خدمة للمشروع الوطني الفلسطيني، بل على العكس من ذلك هي قفزة نحو الفراغ. لا يجوز أبدا الحديث بهذه الصيغة، لأن الشعب الفلسطيني سئم من لعبة الشعارات ويريد أن يرى شيئا. السلطة الفلسطينية كذلك تواجه بانتقادات كثيرة. يعني أنا عارف أنه أنت الآن لا تريد تتحدث بالدفاع عن السلطة الفلسطينية مباشرة، لكن هناك حركة حماس وفصائل المقاومة تقول أن هذه السلطة الفلسطينية ما زالت مصرة على موضوع التنسيق الأمني، وما زالت هي ذاتها تتابع كل يعني المقاومين هناك وكل من تريد إسرائيل أن تعتقل أو أن تطارد، وكان آخرها موضوع الشهيد النتشة والكرمي. وكذلك أنا سألتها السؤال لأنه هذا هو لب الخلاف اللي الآن يعطل موضوع المصالحة بين فتح وحماس. ما زال الملف الأمني لم يصل الطرفان فيه إلى حل، والسبب كما تقول حركة حماس هو أنه فتح مصر على التنسيق الأمني حتى لو كل المفاوضات تعثرت وكل الوضع السياسي ما كانش ماشي مع إسرائيل، لكن لا يمكن إيقافه. شوف، يعني خلينا نفصل الأشياء عن بعضها البعض، يعني ما تتخذش الأمور بالجملة. هنالك قضايا إشكالية وخلافية على الساحة الفلسطينية، وهنالك موقف لحماس وموقف مختلف لفتح وموقف آخر للمستقلين. هذه طبيعة الساحة الفلسطينية. لذلك هنالك فرق بين أن تأتي إلى الحوار وتخلص بنتيجة وتذهب بها إلى تعديل أوضاع المنظمة وأوضاع السلطة الوطنية وتصويب مساراتها. هذا أمر مشروع وصحيح، والانتقادات لبعض ما سلوك السلطة الوطنية هذا أمر أيضا مشروع، ولكن هذا لا يعني التضحية بالسلطة الوطنية ولا حتى بمنظمة التحرير. أنا أوافقك أن هنالك أخطاء كبيرة أساسية ارتكبت على صعيد منظمة التحرير، ولقد جهرت بها ووقفت أمام المجلس الوطني وفندتها بشكل مقنع للأعضاء، إلا أن ذلك لا يقودنا إلى القول لأنها هكذا يجب الاستغناء عنها. الوضع الفلسطيني بحاجة إلى أولا إنهاء الانقسام، ثم الجلوس على طاولة واحدة والبحث في أوضاع السلطة وأوضاع المنظمة والقضية الفلسطينية. هذا الموضوع حتى الآن هذا لم يحدث، وبكل أسف يجب أن يحدث. هاي وصفة لمعالجة الانقسام الفلسطيني، الجلوس والحوار كما أشرت، لكن البعض يقول لك أن هناك انقسام آخر داخل حركة فتح، أنه في أكثر من رأس في رام الله، وفي خلاف بين حكومة فياض ومن جهة
فيها وفي خلاف بين حكومة فياض وبين الرئيس الفلسطيني عباس، والمشهد كله يعني صعب جدا، لملمت الأوراق المتعلقة بالسلطة الفلسطينية. يعني كيف ترد أو يعني تقرأ ذلك؟ لا لا، مش بس أنا ترد، أنا بقول لك اللي بتقوله دائما الساحة الفلسطينية تعج بحوارات من هذا النوع وخلافات، وبما يبدو يعني هي ليست حزب حديدي مركزي يلتزم بمواقف، أنت تسمع كل ما يحلو لك ولغيرك من أقوال داخل الساحة الفلسطينية. لا يوجد انشقاقات في فتح، هنالك انتقادات على نطاق واسع لكثير من القضايا الداخلية والسياسية، كذلك هنالك في فتح من يعمل من أجل أن تبقى السلطة والحكومة، والحكومة بالأساس هي حكومة فتح، هنالك من لديه اعتراضات وملاحظات وانتقادات. هذه قضية ليست جديدة، ولكن يجب أن ينظر إليها بحجمها الطبيعي. هذه القضية تحل في سياق حل القضية العامة التي يجب أن تأتي إليها حماس والجهاد الإسلامي وكافة الفصائل والفعاليات الفلسطينية ليكونوا شركاء ولا أحد بديلا عن أحد. طيب، إذا اقتنعنا بذلك يمكن أن نعدل مسار المنظمة والسلطة والوضع الفلسطيني. سأعود إليك أستاذ نبيل لاستكمال حديثنا عن موضوع المصالحة الفلسطينية، وهل أنت تراها قريبة أم أنها دخلت في نفق مظلم جديد؟ لكن أود يعني من غزة من الأستاذ مصطفى أن يضعنا في صورة الأخبار التي ترشح لديك في غزة عن موضوع المصالحة ونية حماس الاستمرار في هذا الشأن، وهل هي يعني قريبة؟ يعني المعلن عبر قيادات حركة حماس سواء في قطاع غزة أو في الشام كما يقولون هي أن هناك اجتماع في 20 شهر الجاري. هذا الاجتماع ستطرح فيه كل الملفات الخلافية وخاصة الملف الأمني وبعض القضايا التي لم تحل في قضية القيادة الوطنية العليا. هناك قضية مختلفة عليها أيضا لا زالت قيد البحث، وهي بحاجة إلى ردود من حركة فتح ومن حركة حماس. المسألة أن الجميع يترقب مثل هذا اللقاء، لكن المؤشرات على الأرض كما أشرت لك تعطي يعني إجابات سلبية حقيقة، ولا تبشر بأن هناك حلا قريبا لموضوع الانقسام، لأن كما أشرنا موضوع التنسيق الأمني والتعاون الأمني مع الاحتلال وحملة الاعتقالات وغير ذلك التي يعلمها الجميع ربما تكون هي الحلقة الأكثر يعني إعاقة للتوصل إلى أي اتفاق للمصالحة. نتمنى بالفعل أن يكون هذا الجو التفاؤلي الذي رسمه في اللقاء الأول في دمشق أن ينعكس على اللقاء الثاني، وأن نصل إلى مرحلة ننهي في هذا الانقسام، لأنه ربما إنهاء الانقسام يضع بعض البدائل والحلول التي تبحثون عنها بديلا لهذه المفاوضات العبثية والفاشلة. هذه هي الذي يتمناه الجميع هنا، ونتمنى أن حركة حماس وحركة فتح يتوصلان إلى هذه القضية. طيب أستاذ مصطفى صواف الكاتب والمحلل السياسي من غزة، شكرا لك على هذه المشاركة وهذه الإضاءة. أعود إلى رب الله يا الأستاذ نبيل عمر. أستاذ نبيل، يعني كيف تقرأ يعني موضوع المصالحة الفلسطينية؟ قبل أسبوعين كما يعني أشرنا كان في لقاء بين عزام الأحمد وبين رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، وكانت الأجواء إيجابية. الآن هل باعتقادك المصالحة قريبة يعني من الساحة الفلسطينية؟ يعني أخي مصطفى يشبهني في الحديث عن المصالحة، لأننا جميعا كفلسطينيين نشعر بحرج القول إن الظروف لم تنضج بعد، وكلما قيل عن تقدم إيجابي هي لحظة شعر فيها الطرفان بالحاجة إلى هذا القول للظهور بمظهر أننا أمام استعصاء سياسي، علينا أن نتحد ثم نتقدم، وكان هنالك حسابات لكل طرف، لكن الأساس لم يحل بعد، وهو الإشكال السياسي قبل الأمني، الخيارات السياسية قبل الترتيبات الأمنية، كل هذا لم يحسم. أولا حتى لم يجري حوار جدي حوله. هنالك من يرى في العمل السياسي والمفاوضات عملا عبثيا، وهنالك من يرى خيار الطرف الآخر عبثيا. لم تحسم هذه القصة. وبالمناسبة حتى لقاء مكة فشل، لأن هذه القضية لم تحسم بالشكل الصحيح. لذلك بكل أسف أقول، ولم أكن أحب أن أقول ذلك، أن المصالحة ما تزال بعيدة. طيب يعني أستاذ نبيل، حتى نستفيد من الأخبار الصناعية يمكن ظل عندنا الدقائق الأخيرة، يعني
سؤال يعني أود أن يسأل كل الفلسطينيين ويسأل كذلك كل مراقب للساحة الفلسطينية ونستفيد نسألك هذا السؤال، إنه ما هي سيناريوهات خلافة الرئيس عباس يعني في حال غيابه لأي سبب من الأسباب؟ كيف ستدار السلطة الفلسطينية وما هو السيناريو المحتمل في هذه الحالة؟ يعني خلينا نقول أولا ما فيش مغادرة، هنالك تسريبات حصلت لأسباب تكتيكية ربما أو لأسباب أنا شخصيا لا أعرفها، ولكن إذا حدث لسبب ما هنالك آليات في ذلك، هنالك انتخابات يجب أن تتم خلال مدة أقصاها شهرين، وانتخابات رئاسية وتشريعية، وبالتالي يجب عدم إطلاق العنان لتكهنات واستنتاجات، هنالك قانون فلسطيني يجب جميعا أن نتمسك به يتعلق بآلية الانتخابات. وبالمناسبة لا أرى مبرر لعدم إجراء انتخابات من الآن للرئاسية والتشريعية، وللأسف فشلنا في إجراء الانتخابات المحلية، ولكن ذلك يجب أن يدعونا إلى مزيد من دراسة الأوضاع لتفادي الأخطاء والذهاب إلى هذه الانتخابات. الأستاذ نبيل عمرو عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية حدثتنا من رام الله، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وهذا التحليل. وأعود إلى أستاذ بسام، يعني كان حديث مطول مع الأستاذ نبيل، حاول أن نستفيد من مشاركته عبر الأقمار، لكن نقاط كثيرة هو أثارها، وآخرها كان هو ضد موضوع حل السلطة الفلسطينية ويرى أنه هذا الخيار هو خيار كارثي، حتى لو كان التنسيق الأمني يمكن هناك أن تكون تفاهمات فلسطينية داخلية تؤدي لتجاوز هذا الأمر. يعني خلينا نطرح السؤال بالمقلوب، ماذا حققت السلطة للشعب الفلسطيني؟ يعني سؤال يطرح، سؤال كبير. تمام. الواضح تماما من خلال الواقع لأنه قدمت مجموعة هائلة من التنازلات على حساب الشعب الفلسطيني. يعني خلينا نتذكر قصة صغيرة، قصة مهمة جدا، حتى خلال الانتفاضة الثانية السيد محمود عباس وبخ زعماء عرب 48 لأنهم أيدوا الانتفاضة وحاولوا أن ينزلوا للشارع، سألهم قال لهم مين طلب منكم تساندونا؟ يعني إنسان أو سلطة لا ترفع إلا خيار التفاوض إلى الأبد، أين سيكون الخيار الآخر المجدي للشعب الفلسطيني؟ يعني لماذا لا يدع حماس تقاوم وهو يفاوض جنب إلى جنب كما حدث في الجزائر وفي فيتنام وفي أي مكان آخر من العالم؟ هو السلطة أسقطت جميع الخيارات ولم تترك شيئا الشعب الفلسطيني، هي أسقطت كل الخيارات وتسقط في النهاية، طبيعي أن تسقط بالأخير. طيب السؤال اللي طرحته أنا بطرحه عليك بشكل آخر، إنه ما هي سلبيات غياب هذه السلطة الفلسطينية على الوضع الفلسطيني؟ أكيد يعني في سلبيات كبيرة رح تكون، بس ما رح تكون أقصى من السلبيات الحالية اللي يعني التفريط الدائم يعني إسرائيل كلما تنازل السلطة تقدم مطلب جديد لها. مين كان بيتوقع أن إسرائيل تطلب الموافقة على يهودية الدولة الآن؟ لا توافق على تمديد الاستيطان لمدة شهرين. يعني وأن تكافأ الاستيطان خرق القانون الدولي، هي تكافأ إذا جمدت 60 يوما. يعني تنازل خطير وتلاعب فظيع بمصير الشعب الفلسطيني. طيب ما بعتقد راح يكون هناك أسوأ؟ طيب أنا سألت سؤال يعني هو الأستاذ نبيل، هو يعني عضو مجلس مركزي ولو كان شوية زعلان كمان من السلطة لكنه قريب، سألته عن السيناريو المفترض أنه في حال الرئيس عباس غاب لأي سبب الأسباب، استقال أو أي سبب كان وغاب عن الساحة الفلسطينية، شو السيناريو لخلافته في رئاسة السلطة ومنظمة التحرير وحركة فتح وكل المناصب اللي الآن موجودة في يعني النظام السياسي الفلسطيني؟ يعني بعتقد ما رح يكون في صعوبة باختيار بديل. سئل السيد محمود عباس في عشاء عمل مع صحفيين إسرائيليين منذ شهرين من هو البديل، قال لهم أنه يمكن أن يستقيل في أي لحظة أو يذهب أو يترك وأنه تعب من النضال. سألوه من البديل، كان جنبه ياسر عبد ربه، قال له ممكن يكون ياسر عبد ربه. سألوه سؤال آخر محرج عن مروان البرغوثي، قال له رجاء لا تحرجوني لا تجيبوا سيرته. يعني البديل سواء كان ياسر عبد ربه أم أي شخص آخر من السلطة لن تغير الأمر كثيرا. يعني المسألة تعلق بنخبة أمعنت في يعني ما رح يختلف، رح يكون محمود عباس آخر. طيب وربما أسوأ. في الجانب الآخر جهود المصالحة وتكلمنا عنه وأنت كنت تعلق عليه، اللي هو الآن جهود المصالحة في حركة يعني بين حركة فتح وحماس، لكن البعض كمان كان ينتقد لك حركة حماس ويقول أنه في حال ذهبت إلى المصالحة بتكون بتقدم طوق نجاة لتعثر حركة فتح في مسارها، وأنه بتقدم يعني وصفة جديدة لاستمرار السلطة الفلسطينية. يعني خلينا نقول يعني بدون المصالحة ما بعتقد في أمل للشعب الفلسطيني يخرج من النفق اللي هو موجود فيه. كمان بدنا نكون واقعيين، يعني الخلاف ان احنا خلاف امني على مسألة امنية ولكنه خلاف سياسي، خلاف يتعلق بعقيدة اجهزة الامن،
هي أجهزة أمن وطنية أم عميلة وتابعة للاحتلال. هناك نهجين، يعني في نهج مقاوم وفي نهج مفاوض. يعني لماذا لا يكون النهجان معا؟ يعني أنت تفاوض وتقاتل. يعني مسألة بدها حسم بهالاتجاه. بعتقد وأجزم أن هناك فيتو على المصالحة، فيتو إسرائيلي وفيتو أمريكي. نعم. المصالحة ممنوعة، ولكن الشعب الفلسطيني يتوق إلى هذه المصالحة. ودعنا وكل يتوق، ودع الأحداث يعني القريبة أو القادمة تبين لنا هذا الأمر. بسام جعارة الكاتب والصحفي، شكرا جزيلا على هذه المشاركة وتحليلك للمشهد الفلسطيني. مشاهدي الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام الجزء الثاني من بانوراما الفلسطينية. لا تذهبوا بعيدا، سنعود في الجزء الثالث للاستماع إلى آرائكم وتعليقاتكم حول كل ما جاء في الحلقة وحول تصريحات نبيل عمر وحديثه حول البدائل الفلسطينية. ونسألكم أيضا، ما هو البديل الذي ترونه مناسبا في حال فشلت وتعثرت المفاوضات؟ إذن هو فاصل، نعود بعده للتواصل معكم. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا، سنعود إن شاء الله. عاصفة جديدة في الساحة الفلسطينية، هذه المرة عنوانها الاعتراف بيهودية إسرائيل. فبعد أن كانت الساحة الفلسطينية والعربية والدولية مشغولة بتمديد تجميد الاستيطان ومدى استعداد إسرائيل للموافقة على ذلك، فجر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه مفاجأة جديدة عندما نقلت عنه الصحف الإسرائيلية قوله أن الفلسطينيين سيعترفون بيهودية إسرائيل في حال وافقت على الانسحاب إلى حدود عام 1967. مراقبون يرون أن خطورة هذا التصريح تكمن في كونه يعني المقامرة بمستقبل أكثر من 1.5 مليون فلسطيني يعيشون داخل الخط الأخضر، يخضعون يوميا لأشكال مختلفة من الضغوط الإسرائيلية، والتي جاء آخرها تعديل قانون المواطنة واشتراط القسم بالولاء ليهودية الدولة، ما يعني سلخهم عن محيطهم الفلسطيني والعربي من جهة، ومن جهة أخرى إسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين من أي تسوية سياسية مستقبلية. وكان اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواصلة التجميد المزعوم للاستيطان مقابل اعتراف فلسطيني بيهودية إسرائيل قد حظي بالتأييد من جانب الولايات المتحدة، فيما تواصل إسرائيل على الأرض التحول إلى دولة يهودية رافضة للوجود العربي الفلسطيني. وجاءت أحدث ردود الفعل الفلسطينية على لسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي قال إن القيادة الفلسطينية اعترفت بإسرائيل كدولة عام 1993، لكن إذا أراد الإسرائيليون أن يسموا أنفسهم أي اسم جديد فعليهم أن يخاطبوا الأمم المتحدة. هذه المراوغة الإسرائيلية والاشتراطات المسبقة تتصاعد فيما لم ينجح العرب في قمة سرت في وضع أي بدائل عربية ممكنة في حال فشل المفاوضات وتعنت إسرائيل. ولم يستطع القادة العرب أصلا الاتفاق على صيغ لإصلاح الجامعة العربية، فكيف لهم أن يسهموا في إصلاح الوضع الفلسطيني؟ أهلا بكم مشاهدي الكرام. تقرير يلخص أهم ما جاء في محاور حلقتنا والتي تحدثنا فيها عن أخبار عديدة في المشهد الفلسطيني، كان أبرزها تصريحات ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي لقيت تصريحاته اللي أشار فيها إلى إمكان السلطة الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، لقيت تنديدا واستنكارا واسعين في الأراضي الفلسطينية، كذلك طالبت فصائل يعني وشخصيات فلسطينية بإقصائه ومحاكمته. هذه الأسئلة إضافة إلى سؤال البدائل العربية نطرحها عليكم، ونود أن نسمع آراءكم وتعليقاتكم على كل ما جاء في الحلقة التي تحدثنا فيها مع نبيل عمرو عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير على الأرقام الهاتف الظاهرة على الشاشة والتي ستواصل الظهور. ونبدأ من غزة. جهاد من غزة، تفضل يا جهاد. السلام عليكم. عليك السلام، أهلا بك. اسمي جهاد الدين.
شهاب الدين، اهلا وسهلا. جهاد الدين اخي الفاضل. جهاد الدين، بالنسبه لموضوع الاجهزه الامنيه، فالتعاون مع الاجهزه الامنيه مش يعني شيء جديد. سابقا قديما، انا مش منتمي لاي حزب سياسي، ولكني عشت وعشت الثوره الفلسطينيه من اول ما كانت ثوره حتى نص ثوره بديله وشريفه، الى ان وصلت الى شركه علاء الدين وامين حرامي. اخي الفاضل، يعني هم مشهورين بقتل ابنائهم، ومن قتل كان مثلي الاجهزه الامنيه، من قتل اتبعوه الاجهزه الامنيه، من قتل تكاوي الاجهزه الامنيه. طيب يا جهاد، احنا كنا سالنا يعني انا بقول لك بالنسبه للاجهزه الامنيه، انا مش منتظم باي انسان، انا بحكي حقيقه يا اخي. انا سامعك، انا بقول لك انه سالنا يعني احنا البديل في حال حل السلطه الفلسطينيه، لو انحلت السلطه الفلسطينيه هل بكون الوضع اصعب؟ انا جيك يا اخي الفاضل بالنسبه للي يقول لك الاخ نبيل، على راسي انا احترم الاخ نبيل، احترمه جدا. انا عشت سنه فلسطينيه واحترم نبيل. بالنسبة ليوجد بديل، يوجد بديل يا أخي الفاضل، ولكن للأسف الشديد بالنسبة لرؤسائنا والآن أبقى أمين على المسؤولين الفلسطينيين في الصالة الفلسطينية هذا فتحي حادي، للأسف الشديد يا أخي الفاضل أنا كواحد عشت معهم، أنا أسميهم الآن شبه أو أشباه رجال. لديهم البديل، البديل حل الثورة، حل السلطة الفلسطينية، وبالتالي تموت طيب الامن للمستوطنات. طيب، وصلت وجهه نظرك يا جهاد من غزه، شكرا لك على هذه المشاركه. مها من بريطانيا، مها تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليك السلام ورحمه الله وبركاته. اود ان اقول بان الطرح العربي الفلسطيني طرح ضعيف جدا امام الطرح الاسرائيلي، فيجب أن يكونوا قدها وقدود كما نقول. نعم. أن نقول فقط أن المسألة بتجميد الاستيطان، لا، يجب إيقاف الاستيطان تماما ونهائيا، ليس فقط تعليق الاستيطان. أن نقول بيهودية الدولة، طيب اليهود، اليهودية هي دين، واليهود معظمهم لا يطبقون الشريعة اليهودية، إذا الطرح المقابل سوف يكون بإسلامية الدولة وكون فلسطين دولة إسلامية ووقف إسلامي. فمن نعم. أين نبدأ ومن أين ننتهي على الزعماء العرب وعلى المسؤولين الفلسطينيين أن يكونوا صادقين مع أنفسهم ومع شعوبهم طيب وأن يقولوا الحقيقة. طيب يا مها، شكرا جزيلا لك. أذكر مشاهدي أن أرقام الهواتف تظهر على الشاشة لمن أراد الاتصال والمشاركة، وهناك أرقام طبعا مخصصة ومخفضة تصل إلى المجان لكل المتصلين من الأراضي الفلسطينية المحتلة من الضفة ومن غزة. نذهب إلى السعودية، محمد من السعودية. ومحمد، دعني أسألك، ما البدائل التي تراها يعني مناسبة لإنقاذ الوضع الفلسطيني؟ تبعت يمكن بعض حديث ضيوفنا اللي تحدثوا فيه عن يعني احتمال حل السلطة الفلسطينية كبديل أو العودة إلى ما قبل 93، أنت ما هي وجهة نظرك؟ يبدو أنه فقدنا محمد. نذهب أيضا ونبقى في السعودية، عبد العزيز من السعودية، تفضل يا عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل عبد العزيز. أشكركم على موضوع البرنامج. نعم تفضل. يا أخي، هذا إسرائيل أنفع فيها أي مبادرات سلام، أي كلام فاضي. ليش استمرار في الاستيطان؟ يعني منذ سنين واحنا نطبل، اتت مبادره السلام العربيه الشهيره التي قدمتها السعوديه في بيروت، لعلك تذكرها. نعم. قدمت نزات كثير، الى متى الى ان نقدم الدين؟ هذا كذب وخداع، بروتوكولات الصهيونيه طيب ينفذون علينا. هي عبد العزيز، يعني المبادره العربيه اللي من السعوديه ما زالت موجوده على الطاوله حتى لم تسحب الى الان. لكن نعم، انا معك في هذا الكلام، لكن لن تستمر طويلا. طيب، ايش البدائل العربيه اللي انت بتقترحها في ظل هذا تعثر عمليه السلام وفي ظل يعني الانقسام العربي والانقسام الفلسطيني كمان؟ انا اعتقد يعني ارجاع، اذا كان في امن هناك لاحياء المبادره فالحوار، لكن لا اعتقد اليهود ليس معهم اي كلام، يعني ما ينفع فيهم. طيب، شكرا عبد العزيز. ومن عبد العزيز، من عبد العزيز في السعوديه لعبد السلام في السعوديه كذلك، اللي هو متصلين من السعوديه، اهلا بكم عبد السلام. يبدو انه انقطع. طيب، نروح على المانيا، على الهادي من المانيا. الهادي تفضل. مساء الخير.
الخير استاذ محمد. اهلا وسهلا بك، مساء الخير. تحياتي لك ولقناه الحوار. اهلا بك وتحياتنا لجميع المشاهدين ولك ايضا. تفضل، او عندك مداخله في موضوع؟ نعم الحلقة. نعم سيدي، هذه التصريحات التي اطلقها ياسر عبد ربه حول الاعتراف بيهوديه الكيان الصهيوني لها خطر كبير على القضيه الفلسطينيه. ولكن ليس هو بغريب من امثال عبد ربه، حيث منذ قدوم هذه السلطه برئاسه ابو مازن وهي تقوم بالتنازل تلو التنازل، ولم يبقى اي شيء تخشاه ما دام تفرطت بالثوابت القوميه لمنظمه التحرير الفلسطينيه. لقد توفرت ارضيه خصبه لترعرع مثل هذه الرموز المحسوبه على حركه فتح بعد القضاء على قادتها الحقيقيين. سيدي، لو أن المرحوم الزعيم عرفات كان يعلم بما هو يجري اليوم قبل رحيله لا قضى عليهم رميا بالرصاص وخلص الشعب الفلسطيني من أمثالهم. طب شو يعني، شو المخاطر أنت التي أصبحت، شو المخاطر يا الهادي اللي بتشوفها في حال إقدام يعني السلطة الفلسطينية على الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية؟ شو المخاطر المترتبة على الفلسطينيين في الداخل؟ يا أخي، إذا كان اعترفوا بيهودية إسرائيل وأنه يعني لا يمكن لأي فلسطيني في المهجر أن يرجع، لحق العودة انتهى. يعني أسقطت حق العودة لملايين الفلسطينيين الذين وقع طردهم من فلسطين 48. نعم. يعني هذا فهمت ولا؟ شكرا. لكن ليس من حق عبد ربه ان يتنازل. طيب شكرا شكرا للهادي، وصلت وجهة نظرك، وانت طبعا متابع جيد للموضوع الفلسطيني. ايضا نبقى في المانيا، ابو رامي السلام عليكم. اهلا. اسمعنا بالهاتف ابو رامي، يعني كنا نتحدث عن البدائل الفلسطينية المتاحة، وكذلك نتحدث عن مخاطر حل السلطة الفلسطينية. ايوه شكرا. تفضل. شكرا. السلام عليكم اول شيء. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل. انا اللي حابب اقوله انه كما اظهر التاريخ لم يستطيع العرب ان يحرروا قريه، ولا يستطيعوا ان يتفقوا الا على، ولا يستطيعوا ان يتفقوا على اي شيء. فانت محبط بشكل عام. محبط بشكل فظيع من التصرفات في العالم العربي. طيب أبو رامي، نأمل أنك تتهيئ الظروف لأن تتفائل بالقادم. نذهب إلى بريطانيا. أبو الطيب، طولنا عليك لكن تفضل مداخلتك. أوكي يا حبيبي، مساء الخير، تفضل أبو الطيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. المذيع بيحكي معي ولا مين بيحكي معي؟ أبو الطيب، إحنا نعم إحنا لا إحنا على الهواء بنتكلم في موضوع المشهد الفلسطيني، ومعك أنا على الخط، تفضل. طيب محمد معك، محمد تفضل يا أبو الطيب، سامعينك. أهلا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا سيدي، بالنسبة ل اللهم صل على النبي، بالنسبة لموضوع الفلسطينيين والعرب، يعني على 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 العقود السابقة والآتي ما في تفاؤل إنه هذول الجماعة يستطيعوا أن يحرروا البلاد أو يرجعوا لنا حقوقنا. أها. وخاصة الدولة الفلسطينية، على الحكومة الفلسطينية الحالية. الحكومة الفلسطينية الحالية، نحن كنا تحت الاحتلال، إحنا بقانون الأمم المتحدة إنه الضفة الغربية وفلسطين محتلة. فنحن أنا من وجهة نظري، طالما عند العرب رافعين إيديهم مش لم يستطيعوا ان يفعلوا شيئا، عليهم ان السلطه الفلسطينيه تنحل نهائيا ويرجعوا طيب. بوادر مدنيين وتحت. طيب يا ابو الطيب، انت ابو الطيب انت تقترح حل السلطه الفلسطينيه، وهذا يعني بديل لا يطرح الان على المستوى الرسمي في الساحه الفلسطينيه. محمد من السعوديه، تفضل يا محمد. محمد بتسمعنا؟ محمد من السعودية، تفضل. كنا نتكلم عن البدائل العربية اللي بتقترحها في لإنقاذ الساحة الفلسطينية في ظل تعثر المسار الفلسطيني، تفضل. محمد من السعودية، بنسمعك جيدا. طيب، إلى أنك تسمعنا يا محمد، خير روح على الجزائر، على عز الدين من الجزائر، تفضل يا عز الدين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف احوالكم؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. الله يسلمك، وانت ان شاء الله بخير دوما، تفضل عز الدين. والله يا استاذ الفاضل، انا مواطن جزائري عادي جدا، يعني لا لي دخل في السياسه ولا في غيرها يعني، لكن نعم الاحظ بعض النقاط يعني.
تفضل. يعني اسالك انت بحضرتك، يعني لو انت احد جاء واخذ بيتك، يعني هل حضرتك تفاوض حتى على ملعقه في البيت؟ هو اي واحد طبعا. لا احنا سؤال بنوجهه بشكل عام للمشاهدين، واحنا كل الفلسطينيين طبعا يرفضون هذا الامر، وما يعني ما انك تدافع عن بيتك وعن ارضك مهما كان جنسيتك او مهما كان انتمائك، هذا امر يعني مفروغ منه. لكن نتكلم سياسيا، يعني الان البدائل الفلسطينيه في ظل تعثر هذا المسار السياسي وفي ظل يعني استمرار اسرائيل في التهويد والاستيطان. الله يخليك. انا عندي رساله لكل الشعب الفلسطيني. يا اما عيشه بكرامه يا اما موت بكرامه. رسالتي للشعب الفلسطيني ليس لا للسلطات ولا الناس اللي بتمارس السياسه ولا غيرها، الشعب الفلسطيني اذا بده يعيش بكرامته ينهض يوم وشعلها نار تاكل الاخضر واليابس، يولع فيها من يولع، ولا يهمهم لا في القرارات السياسيه ولا غيرها. وحنشوفوا الاخوه الحمقى الاغبياء اللي هم الاسرائيليين، يعني الله يجعلهم هل يقدروا يصبروا حتى يومين بس يعني. طيب شكرا يا عز الدين من الجزائر، وتحياتنا لكل طبعا الشعب الجزائري. ابو وليد من الاردن، السلام عليكم، تفضل ابو وليد. السلام ورحمه الله وبركاته. اخي الحقيقه بان كل هذه الامور التي تجري على الساحه هي مشاغلات ومخادعات فقط لا غير، لان المفاوض واحد طرف واحد وليس طرفان. نعم. الطرف الوحيد هو امريكا، وبقيه الاطراف هي بيد امريكا، وامريكا هي تلعب بهذه الاطراف كلها من اجل مصلحتها هي اولا. امريكا لا تريد حلا الان، امريكا مشغوله بمسائل اهم من قضيه فلسطين وغير قضيه فلسطين، هناك امور اكبر من ذلك. امريكا تريد اولا ان تثبت وتدعم نفسها حتى تستعيد قوتها لكي تمسك بجميع زمام الامور. طيب هذا ما تريده امريكا، نحن كعرب كفلسطينيين ما هي البدائل التي تقترحها لمواجهه كل هذا المخطط الامريكي والاسرائيلي؟ الدوله يجب ان يكون مقابلها دوله، ولا يوجد هناك دوله مقابل امريكا. والدولة الوحيدة التي يجب أن يعمل لإيجادها هي دولة الخلافة على منهاج النبوة، لأن هي الوحيدة الكفيلة بتحرير فلسطين وإعادة الأمة إلى ما كانت عليه. شكرا يا أبو وليد، سامحنا حتى نعطي الأولوية للمتصلين من فلسطين. معنا محمود من فلسطين، تفضل يا محمود. مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. بالنسبة التصريحات عبد ربه يعني هذه تصريحات رايحة تؤدي ل إن يعني الشعب. طيب أنت محمود بس لو سمحت لي يعني بس اسمعنا من التليفون، لأنه صوت التلفاز بيرجع لنا مباشرة. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. ماشي ولا يهمك. غلبناك. انا بتوقع ان هذه الامور اللي صرح فيها عبد ربه انها الى فشل المفاوضات كلها، وان يعني يكون الامور صعبه جدا بالنسبه لفلسطين. طيب انت موجود في فلسطين، يعني ما هي البدائل التي تراها مناسبه؟ يعني الكل بعض بيقول لك انه حل السلطه الفلسطينيه والعوده لما قبل 93 ووضع اسرائيل امام مسؤولياتها، البعض بيقول لك لا المسار السياسي ولا متعثر احسن من غيره، يعني احسن من بلاش. انت ك يعني فلسطيني موجود في فلسطين، ما الذي تقترحه؟ انا بقترح انها السلطه الفلسطينيه يعني انها تتخذ ان حل السلطه في اقرب وقت ممكن، لان ما في فيش يعني اي مجال لنجاح المفاوضات باي شكل من الاشكال. كل الامور بتقعد بتصير بزياده. طيب شكرا لك يا محمود من فلسطين. نذهب الى بريطانيا هنا والى محمد في بريطانيا، حاولت تتصل فينا اكثر من مره، تفضل يا محمد. محمد من بريطانيا اذا معنا تفضل مباشره. ايوه معكم، السلام عليكم. عليكم السلام. قبل كل شيء عايز اشكر قناه الحوار على هذا البرنامج الشيق. شكرا لك، تفضل. والقيمين عليه. فمشاركتي هنا عباره عن نداء الاخوه في حماس الذي اعتبرهم الممثلين الشرعيين الوحيدين للشعب الفلسطيني. واقول لهم لقد قمتم بالحتم العسكري في 2005 في غزه واسقطتم سلطة رام الله، سلطة بحلان وعباس بطريقة رائعة وبسرعة وبسرعة، لأنها سلطة غير شرعية وباطلة، وما بني على باطل فهو باطل.
فأقول لهم ماذا تنتظرون الآن؟ طيب احنا يعني احنا محمد بدناش دعوة لمزيد من الانقسام والمواجهات العسكرية والفوضى الفلسطينية الداخلية، انت عندك مسار اسرائيلي، عندك عدو واضح او هو الاحتلال الاسرائيلي الموجود، ويجب على الفلسطينيين كلهم ان يتكاتفوا لمواجهة هذا العدوان وليس الانشغال في القضايا الداخلية، فدعوتك في هذا الإطار هذه وجهة نظرك، لكن سياسيا يعني احنا نحاول من خلال هذه المداخلات يعني الوقوف على وجهات نظر تسهم في حلحلة الوضع الفلسطيني اكثر من تعقيده وادخاله الى مسارات ضيقة جديدة. ولكن يا أخي سلطة رام الله بينت نفسها أنها عدو الأولى للشعب الفلسطيني، فهي فهم عبارة عن إصابة، عبارة عن إصابة كلها لا تلد إلا الفضائح المالية والسياسية والعسكرية والجنسية كلها. طيب فماذا تنتظرون؟ طيب شكرا، نعم شكرا لك يا محمد، سامحني لأنه إحنا دائما يكون في اتصال من فلسطين نذهب مباشرة، فعندنا أبو إبراهيم من فلسطين. أبو إبراهيم سلام عليكم. السلام عليكم عمي. السلام عليكم. حياك الله، تفضل مباشرة أبو إبراهيم في مداخلتك، يعني تابعت حديثنا مع سيد نبيل عمرو ومناقشتنا المشهد الفلسطيني. بإذن الله أتفضل عبد الربي. طبعا تصريحات خطيرة جدا على الشعب الفلسطيني، تصريحات يعني هي ليس على الفلسطينيين عام 1900 لا تؤثر عليهم فقط، بل تؤثر على كافة الشعب الفلسطيني اللي هي تهجير وطردهم وإلغاء حق العودة. بالنسبة للمنطقة العربية يعني الأفضل أنها تكون بدعم فلسطيني مقاطعة إسرائيل عن طريق وقف التنازلات لإسرائيل طيب أبو إبراهيم يبدو تفضل معنا، ما زال يبدو الصوت بتقطع فتفضل سريعا. طيب يعني شكرا لك. شكرا أبو إبراهيم، شكرا لك من فلسطين. علي فرنسا كنت تنتظر، نأسف على التأخر عليك، تفضل يا علي. علي من فرنسا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، نسمعك تفضل. في فلسطين، في فلسطين، فلسطين أنا مش يحررها فلسطين، فهمني؟ نعم. اللي حررها ماتوا فهمني رضي الله عنهم، أما باقين هذو ما توقف فهمني من قمة القمة من قمة القمة يقعدوا في قمة ما حتى شيء. اها قمة قمة انا اعتقد انها ورطة يعني يمكن حتى نترجم للمشاهد العربي اذا كنت انا كان ترجمتي صحيحة يعني مشي قمة هذه قمة مشي نقول لك فهمني طيب. حتى فايدة. طيب شكرا شكرا يا علي. ام يوسف من بريطانيا تفضلي يا ام يوسف بمداخلتك. اوكي تفضلي نسمعك. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا ام يوسف. شكرا على هذا. اود ان اقول فيما يخص في مصالحه في موضوع المشهد الفلسطيني والعربي. نعم. من وجهه نظري وهي استقاله محمود عباس والمصالحه بين افراد فتح وحماس وجميع الفصائل من بينهم جهاد و التحرير الوطني لكي يعني يصير بينهم لحمة ووحدة، ولكن لا يتخلوا عن المقاومة لأن تحرير فلسطين لا يأتي إلا عن طريق السلام، لا يأتي عن طريق السلام السلام الكاذب، فهو يأتي عن المقاومة والمصالحة. وأناشدك يا محمود عباس وأناشدك يا دحلان بأن تستقيلوا لأن هذا بلدكم في دمار، وخلوا الفصائل إلهم كذلك أن يعملوا شغلهم. هذا أنا أناشدك يا محمود عباس تخلى عن الموقف، يعني لا تكون عنيدا لأنك طيب. لا تعمل شيئا. شكرا أم يوسف ومناشدتك نأمل أنها تكون يعني وصلت في فلسطين. كذلك محمد في الانتظار، محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا محمد. ايش سؤال الحلقة والله لو سمحت؟ احنا كنا نتحدث عن تداعيات تصريحات ياسر عبد ربه اللي هو استعداد السلطة لاعتراف بيهودية اسرائيل واثر هذا على الموضوع الفلسطيني، كمان بنسأل انه شو البدائل اذا المفاوضات ما نجحت وتعثرت، شو البدائل اللي بتقترحها على الفلسطينيين وعلى العرب؟ البدائل هي انتفاضة جديدة. اها. بس. لأنه هذول جماعة هم في نفس الخندق يعني. طيب انت شايف الوضع في فلسطين بيسمح بانتفاضة جديدة، انه عندنا في حصار في غزة وفي وضع صعب ومتعثر، هل الشعب الفلسطيني قادر على انه يدخل في انتفاضة جديدة؟ والله احنا قادرين على كل شيء ان شاء الله، الله كريم. الله كريم والله الله كريم
وبعدين هذه الكلمه اللي قالها عبد ربه ماخذ ملايين عليها، هذه الكلمه مش منه، هذه من المسؤولين عنه من اللي حواليه هذه الكلمه، وماخذ ملايين عليها. يا لا توثر يا عبد ربه لوحده، توثل قصدك السلطه الفلسطينيه او القياده، السلطه اللي السلطه اللي بعتت يحكي الكلام هذا مش لحاله. اها بس بيرجعش يحكي كلمه زي هذا اصلا. طيب اللي في وراء ناس. شكرا يا محمد، ويعني الله كريم ودائما الله معك، ويعني في صمودك وفي مواجهتك، وانتم بتعطونا دائما معنويات وبتعطوا لكل المشاهد معنويات مستمره للفلسطينيين في اراضيهم صامدين رغم كل الظروف. ابو عبد الرحمن من سويسرا اتصور اللي معنا. ايوه تفضل ابو عبد الرحمن. شكرا. يعني كان في اخر اتصال نقول لك اياه، كان في يعني كان في تعبير عن الامل وعن الصمود وعن قدرة الفلسطينيين على الخوض انتفاضة ثالثة، وكان من اتصال من فلسطيني من الداخل محمد. نعم تفضل سريعا بس عشان الوقت. الله يبارك فيك يا اخي. شكرا بارك الله فيك اخي محمد. مثال هؤلاء من ياسر عبد ربه وامثاله اللي قضينا قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطق في الناس الرويبضة، هؤلاء الرويبضات لا يمثلون لا الشعب الفلسطيني ولا الأمة الإسلامية. قضية فلسطين هي قضية الأمة عامة، ليس قضية شرق أوسطية ولا قضية غزة وحماس وفتح وغيره من الانقسامات التي في الداخل وفي الخارج. القضية هذه قال فيها عمر بن الخطاب قوله لا يصلح هذا آخر هذه الأمر إلا ما صلح به أوله. إذن قضية فلسطين لا تحرر إلا عن طريق دولة كما حررها عمر أو فتحها عمر ثم حررها صلاح الدين. ثم تأتي بإذن الله البشرى التي بشر بها الله ورسوله عن طريق خليفة راشد يأتي على منهاج النبوة. نعم. أخي محمد لو سمحت أنا أسمع كل ما ذكرت الخلافة يقطع الاتصال عن المتصل، لماذا هذا؟ نعرف أن الخلافة تزعج الكفار وغير المسلمين. لا نود الخلافة لا تزعج المسلمين. نعم الآن هي الصدفة أنه أنت آخر اتصال يا أبو عبد الرحمن، ونحن أثر أن نعطيك وقت، لكن هو وقت البرنامج انتهى بهذه البشرة وبهذه البشرة التي زفتها طبعا وتحاول فيها أن ترفع المعنويات الفلسطينية. نختم المشهد الفلسطيني مشاهدي الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم المشهد الفلسطيني، تحدثنا فيها عن مخاطر الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل دولة يهودية وتداعيات تصريحات عبد الرب وأخبار كثيرة في المشهد الفلسطيني. أشكر ضيفي اللي كان في الاستوديو وسام جعارة، وكذلك الأستاذ نبيل عامر عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وكل من شاركنا عبر الهاتف. هذه تحياتي والفريق العامل إلى مشهد جديد فلسطيني في الأسبوع المقبل، وإلى حلقة جديدة. دمتم دوما في رعاية الله.